انتشرت المقامات وانتشرت المقاومة، وقامت ثورة القاهرة الثانية، وانهزم الأسطول الفرنسي في البحر من الإنجليز، واضطر الجيش الفرنسي للخروج من مصر، ولكني فضلت البقاء بجانب السلطان. ذهبت لزيارة واحد من مئات الأضرحة، وكان يوم خميس، وهو يوم زيارة الضريح. أدركت أن ما تحت الضريح ليس هو المهم، المهم هو أرواح وقلوب تلك الأجساد الخشنة الغليظة الملتفة حول المقام. المهم هو النداء الواحد الصادر منهم جميعا. وكيف يحدث؟ يحدث عندما يصدر نداء من قلب أحدهم فيلتقي ويتعانق مع نداء غيره، فتتصاعد النداءات لتشكل مادة سامية حية تعود وتنسكب في كل روح فتطهرها، وتسري إلى كل قلب فتقويه وتغذي فيه روح البقاء. عندئذ تتجمع النداءات فتتوحد الإرادات ليجدوا أجسادهم تفرز إكسيرا سحريا قادرا على صنع المعجزات. لقد وقفت خاشعا راجفا أراقب الجموع وهي تفرز الإيمان بحقيقة قد شاركوا في صنعها فصدقوها، والأعجب عندما يعودون ويؤمنون بها وكأنهم ليسوا بخالقيها. رأيت كل ما لدى الناس من حب وقد ضمته صرخة واحدة، صرخة واحدة تعبر عن قدرتنا على التجمع ليصدر عن تجمعنا ما هو أسمى من حياة كل منا، وتشعر بأنك تملك جماع كل ما هو قادر وقاهر في هذه الحياة. ها هو الشعب الأعزل وقد تحول إلى شعب قاهر قادر على هزيمة واحدة من أكبر قوتين على ظهر الأرض في زمننا. لن تدرك ما أعني يا روان، محال أن تدرك من غير أن تراه وتحسه وتلمسه. كانت أيام صبري. أنا عرفت المأمن في راس حامل بجد؟ أيوة. وديني ليه؟ وديني ليه دلوقتي حالا؟ لا استنى، هجيب البندقية وحامد واجي معاه. حامد نايم وماله؟ يصحى يشوف مقام أبوه السلطان. مدد مدد يا سلطان حامد مدد. صافي، هو ده المقام. هو ده؟ هو ده. استنى، خد يا سعاد، خد يا حامد. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايزة أتكلم معاه على انفراد. هات. ازيك يا حبيبي؟ وحشتني يا حامد. شفت اللي انت عملته عمليه في البلد؟ دمك حرر مصر كلها، طردنا الفرنساوي، ما انت اكيد عارف. بس ايه، بعد ما وريناهم اللي عمرهم ما شافوه في اي حته، الناس كلها بقت بتحلف بيك يا سلطان حامد. بقيت كل ما امشي في اي مكان الناس تقول لي يا مرات السلطان، يا مرات البطل، يا مرات حامد. بس انا زعلانه منك قوي، بقالك كام ليله ما بتجيش في المنام. ولو ان الشيخ يحيى قال لي ساعات بنقوم من النوم مش فاكرين الحلم، يمكن اكون ظلمتك. استنى استنى،
هاتي الواد، هاتي الواد، هاتي الواد. شفت ابنك حلو ازاي؟ شبهك قوي. حلمك طلع فشوش، كنت بتقولي ان الواد مش هيطلع شبهك، بس طلع شبهك الخالق الناطق. بس مش حلو زيك، مفيش حد في حلاوتك. ما تخافش على الواد، هيطلع بطل زي ابوه. عارف اني جبتلك ايه معايا؟ بندقية بونابرت. اني عارفة ان انت كنت بتحبها، حدفينها جنبك. عارف جبتلك ايه كمان؟ العمة اللي بتحبها. مختار. ايوه. لا. يلا تعال احفر. Thank you.